تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن يوم. مشاهدينا الكرام، بإذن الله سوف نستعرض أهم الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم، وسوف نناقشها مع المسؤولين. دائما التواصل معنا على الهاشتاج الخاص بالبرنامج الوطن اليوم، أيضا على الإيميل الخاص بالبرنامج الوطن دوت اليوم آت الآن .tv. مشاهدينا الكرام، ما هي أبرز أو أهم الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم؟ السعودية تدك أوكارا للحوثيين بعد سقوط قذائف على نجران. تطبيق قرار الصحة يرفع أسعار التأمين 25%، وطرح أرامكو يزيد من كفاءة السوق ومن شفافيته. ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها اليوم في حلقة اليوم؟ السعودية تعتزم إصدار أول سندات دولية في مطلع شهر أكتوبر. السعودية إلزام شركات الطواف بتوفير حارس لكل 1000 حاجة. والحملة السعودية تنفذ أو تنتقد الاحتياجات تتفقد الاحتياجات الشتوية للسوريين. تواصل السعودية بذل المزيد من الجهود لتجفيف وظرف بمنابع تمويل الإرهاب، لا سيما داخليا وخارجيا، إذ كانت المملكة من أوائل الدول التي وعت مبكرا ضرورة القضاء على الإرهاب بضرب مموليه. وفي هذا الصدد، وخلال حلقة أكثر من عنوان، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد محمد باطرفي أنه استغل بعض المتطرفين كرم الشعب السعودي في جمع الأموال وإرسالها للإرهابيين، إلا أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات التي قطعت بدورها الطريق لوصول الأموال للإرهاب، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي كانت نتائجه مذهلة في عودة الكثير من الشباب إلى رشدهم. الشعب السعودي شعب كريم بطبيعته، شعب متدين، ولذلك كثيرا من الزكوات والصدقات كانت للأسف الشديد يستغل العاطفة الدينية عند السعوديين، وتأخذ منهم على أنها ستقدم لجمعيات خيرية ثم تحول إلى دعم الإرهاب. هذه السذاجة طبعا تم التغلب عليها بالوعي، بالتوعية الكاملة، وأيضا بمراقبة التحويلات المالية وحصر جمع التبرعات على الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة والمراقبة رسميا. أود أن أضيف إلى شيء آخر تميزت به المملكة، وهو المناصحة، برنامج المناصحة ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة. استطاع أن يعيد الكثير من أتباع الفئة الضالة إلى رشدهم ووعيهم، ويعودوا إلى المجتمع يعني كمواطنين ومنتجين. وهذا المركز يقوم أيضا بأدوار مهمة في التوعية. أنا أعتقد أنه هذه ميزة تميزت بها المملكة عن كثير من الدول التي لجأت إلى محاربة الإرهاب بكل الوسائل إلا أن تلجأ إلى هذه الوسيلة الناجعة. أفادت مصادر لبلومبرغ أن السعودية تعتزم إصدار أول سندات دولية في مطلع أكتوبر المقبل. وقالت المصادر أن الحكومة السعودية قد تبدأ جولة اجتماعات ترويجية لجذب مستثمرين محتملين في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار، موضحة أن توقيت وحجم الصفقة قد يتغير وفقا لظروف السوق. وأشار أحد المصادر في تصريحاته أن السعودية غير معنية بزيادة سعر الفائدة الأمريكية المحتمل الشهر المقبل. يذكر أنه تم تعيين كل من سيتي جروب وHSBC وجي بي مورغان تشيس في يونيو الماضي لإدارة الاكتتاب بحسب مصادر لبلومبرغ، حيث ستستخدم إيرادات الإصدار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسد جزء من العجز في الميزانية الذي يقدر بنحو 80 مليار دولار، الذي يشكل 13% من الناتج المحلي هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. بداية، حدثنا عن أهمية إصدار أول سندات دولية في مطلع شهر أكتوبر هذا. طبعا أهلا وسهلا، أولا أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين.
الحكومة السعودية عندما أعلنت أنها ستقوم بإصدار أول سندات دولية لها منذ طبعا 2007، تعتبر هذه الخطوة مهمة جدا ومفيدة سواء للاقتصاد السعودي أو لتقييم الاقتصاد السعودي والملاءة المالية وكذلك لتوفير السيولة. عندما تقوم السعودية بإصدار سندات دولية هي تعتبر إحدى أدوات الدين، الفائدة منها تخفيف الضغط على السحب من الاحتياطي، أحد البدائل الموجودة للتمويل، توفير سيولة للبنوك، وكذلك دفع كثير من المستحقات المالية الملتزم بها الحكومة السعودية سواء للشركات القطاع الخاص أو الإنشاءات أو ما يقوم بتسديد بعض الفواتير اللازمة للحكومة السعودية. هذا سيخفف الضغط على كاهل الاحتياطي الذي إلى الآن سحب من حوالي 180 أو 170 مليار دولار، وكذلك يوفر سيولة ويخفف الضغط على سحب سيولة البنوك مما يسهل عليها أن تقوم بإقراض القطاع الخاص. نعم. طيب أستاذي، هل تعتقد أن يعني ومن المتوقع كما تعلم أن أمريكا من المتوقع أن تزيد سعر الفائدة الأمريكية المحتملة الشهر المقبل، هل سيعني السعودية هذا الأمر أي شيء أو فيما يتعلق بإصدار السندات الدولية؟ طبعا بالنسبة للسعودية الفائدة عندما تقوم أمريكا برفع الفائدة أو خفضها، فإن السعودية أو مؤسسة النقد السعودي تقوم باتباع البنك المركزي الأمريكي بسبب ارتباط الريال بالدولار. فعندما تقوم أمريكا برفع الفائدة في السعودية تقوم بنفس الخطوة، عندما تخفض الفائدة فإن السعودية تقوم بنفس الخطوة. هناك ارتباط بين الريال والدولار منذ 1984، هناك ارتباط. الفائدة السعودية هي تتبع الفائدة في أمريكا. أنا لا أعلم كيف ستقوم السعودية عندما يقوم البنك المركزي الأمريكي بالاحتيال الفدرالي برفع أسعار الفائدة. أعتقد أنه من المعتاد ومن المتعارف عليه أن تقوم السعودية باتباع نفس الخطوة سواء برفعها 25 نقطة أساس أو 50 بحسب تصرف البنك المركزي الفدرالي. نعم أستاذ سليمان، المرحلة الحالية الحكومة السعودية هي بصدد جذب استثمارات خارجية أجنبية ومستثمرين محتملين للسعودية، أيضا حدثنا عن إجراءات يجب أن تتخذ وخطوات يجب أن تتخذها الحكومة السعودية لتحقيق ذلك. طبعا بالنسبة للمستثمرين الأجانب طبعا لا يوجد أي ارتباط بين موضوع سندات المستثمرين إلا في شيئين. الشيء الأول هو عندما تقوم السعودية بإصدار سندات وتقوم المؤسسات المالية بشرائها، مثلا قطر قبل تقريبا 4 أو 5 شهور قامت بإصدار سندات بقيمة حوالي 9 مليار دولار، كانت حجم الطلبات 25 مليار دولار تقريبا 3 أضعاف المعروض. عندما تقوم السعودية بمثل هذا العمل تطرح سندات دولية بقيمة حوالي 10 مليار دولار والطلبات تتجاوز كثيرا، هذا يوضح قوة ومتانة ومدى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد السعودي. هذا يشجع الشركات الأجنبية على أن تحضر. عندما تقوم شركة عالمية بالاستثمار في بلد ما فهي تنظر إلى عدة أمور في هذا البلد: الاستقرار المالي، النقدي، قوة الاقتصاد، ثقة المؤسسات المالية العالمية في هذا الاقتصاد. الأمر الآخر، هذه السندات ستوفر سيولة للبنوك المحلية، للمستثمرين، للقطاع الخاص، مما يساعد تلك الشركات الأجنبية على القدوم للسعودية والاستثمار عندما يحتاجون، سواء سيولة عن ثبات قيمة العملة، انخفاض الضغط الممارس عليها من المضاربات التي يقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المالية. نعم، إذن الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.
وضعت مديرية الدفاع المدني السعودية شروطا على شركات ومؤسسات الطوافة وأصحاب المخيمات والحملات التي تقدم خدمات الحجيج أن توفر حارس أمن لكل 1000 حاج في المشاعر المقدسة، وألزمت اشتراطات السلامة مقدمي الخدمة بتوفير حراسة دائمة للمخيمات على مدار اليوم. كما أكد المركز الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني لصحيفة الوطن السعودية أن الاشتراطات الخاصة بتوفير العمالة ومنها حراس أمن المخيمات تتطلب توفير مسؤول عن السلامة سعودي جنسية بكل مكتب وخدمة ميدانية يتولى الإشراف على أعمال ومتطلبات السلامة بالمخيم والوجود بشكل دائم. وأوضح المركز الإعلامي الشروط الخاصة بحراس الأمن، وهي أولا أن يتم تخصيص 3 حراس لكل مخيم لا يتجاوز عدد الحجيج به 1500 حاجة لتكون الزيادة بنسبة حارس واحد لكل 1000 حاجة في حال تجاوز عدد الحجيج 1500 إلى 10000 بمعدل حارس أمن لكل 1000 حاجة. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد رابع سليمان الصحفي في صحيفة المدينة المنورة. أهلا ومرحبا بك أستاذي. بداية، يعني نلاحظ هذا يعني جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وأيضا الحرص على أمنهم وعلى سلامتهم. أيضا اشتراطات السلامة الحديثة في المشاعر المقدسة هي توفير أيضا حراسة دائمة على المخيمات على مدار اليوم. حدثنا عن هذه الجزئية وأهميتها. لا شك أن مسألة الحراسات الأمنية مسألة ليست بجديدة، ولكن كما تعلمون أننا في ظروف استثنائية في السنوات الأخيرة لضمان سلامة وأمن الحجيج وعدم ترك الفرصة لإحداث أي ما يعكر صفو الحجاج وصفو الحج بإذن الله. والدولة وفقها الله تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، ولذلك مؤسسات الطوافة بدورها لها جانب لابد أن تقوم به، خاصة وأنها هي المسؤولة عن مخيمات الحجاج في ميناء وفي عرفات وعن وضع الحجاج المؤقت في مزدلفة بعد نفرتهم من عرفات. الدفاع المدني بدوره حريص جدا وعقد ورش عمل خلال الأيام الماضية في مؤسسة الطوافة، في مؤسسة جنوب آسيا، في مؤسسة حجاج الدول العربية، وفي مؤسسة أفريقيا غير العربية، وفي مؤسسة حجاج تركيا. تقريبا عمل ورش عمل ليؤكدوا على أهمية المحافظة على أمن وسلامة الحجيج في المساكن وفي المخيمات. ولذلك انبثق أو تمخض من هذه الورش توصيات تؤكد على أن كل مطوف مسؤول عن تأمين المخيمات وتأمين الحراس في هذه المخيمات بحيث لا يتجاوز المخيم الحج، كما بين توضيح الدفاع المدني في هذه القضية. أيضا من جانبها مؤسسات الطوافة منذ السنوات الماضية حتى قبل هذا التكدس الكبير وهذا الازدحام الكبير الذي يشهده موسم الحج كانوا حريصين، لكن كان حرصهم في تأمين الحراسات بشكل يعني عادي جدا. تجد مثلا عمارة تضم عدد كبير من الحجاج لا يتجاوز حارس أو حارسين يتناوبون على مدار الساعة. كذلك بالنسبة للمخيمات لم يكن هناك اهتمام كبير بوضع الحراسات، لكن في ظل الظروف التي نعيشها في الفترة الأخيرة وحرص الجهات المسؤولة وحرص الدولة خاصة وزارة الداخلية على تأمين جميع السبل وجميع الطرق وجميع الأماكن، لابد أن يكون الجميع رجل أمن. كلنا، كل موظف وكل عامل وكل صغير وكل كبير عين ساهرة للحفاظ على أمن الحجيج. وجود هؤلاء الحراس له أهمية كبيرة. أحيانا الحارس هو الذي يلاحظ بعض الأشخاص الغرباء بحكم أنه متواجد في المخيم على مدار الساعة، فأصبح قد اعتاد على رؤية من يترددون خاصة من العاملين. وبالتالي إذا حاول
أي شخص غير معروف الدخول للمخيم أو التسلل يتم كشفه بسرعة ويتم التعامل معه بما تقتضي المصلحة العامة. ولذلك أكدت ورش العمل التي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني هذا العام في مكة المكرمة على ضرورة أن يكون حراس الأمن على يقظة تامة على مدار الساعة، وفي حالة وجود شكوك أو وجود أي ريبة من أي شخص يجب التعامل فورا بالإبلاغ، وهناك خطوط مباشرة بين الجهات الأمنية وبين المطوفين، بل أن رؤساء مؤسسات الطوافة فتحوا هواتفهم لاستقبال أي أمر يشكل عائق أو يعكر صفو الحجيج في خلال أدائهم مناسك الحج. ولا شك أن الجهود واضحة والجهود كبيرة، ونحن الآن في الميدان نتنقل ما بين مكة والمشاعر ونشاهد الاستعدادات التجارية في كل مكان. نعم. والمخيمات على وشك التجهيز يعني إن شاء الله خلال الأيام القادمة. نعم. طيب أستاذ محمد، بما أنك أنت الآن يعني دعنا نقول في قلب الحدث، ضعنا في صورة ما ترى والتجهيزات التي تتم الآن. طبعا بالنسبة للمسجد الحرام اكتملت الاستعدادات كاملة، والحجاج يدخلون ويخرجون ويؤدون الطواف ويؤدون العبادات، ومياه زمزم متوفرة في كل مكان. والجهات الأمنية في الحقيقة خلال وقوفي في ساحات المسجد الحرام يوم الجمعة يعني عملوا خطط يعني محكمة، بحيث لا يسمحون بتدفق الحجاج في جهة واحدة أو تزاحمهم في داخل الحرم، وتركوا مساحات كبيرة في ساحات الحرم بحيث أشبه بمنطقة إخلاء في حال وجود تزاحم في أي مكان. يعني بإمكان رجال الأمن رفع هذه الحواجز التي وضعت في الساحات، وبالتالي تجد أمامك ساحة فسيحة جدا. أضف إلى ذلك قطار المشاعر الآن في حال تجربة مستمرة على مدار الساعة، نجد القطار يغدو ويروح ما بين منى وعرفات ومزدلفة، وقد وقفت عليه قبل أيام ورأيت الجهود الكبيرة لتفقد المسار ولتفقد الأجهزة الكهربائية ولتفقد كل ما يتعلق بالقطار والمحطات وتوفير الأمن والسلامة فيها. كذلك بالنسبة لجهود وزارة الصحة، هيئة المراكز الصحية، المستشفيات أصبحت في حالة يعني حالة استنفار تام واستعداد تام، ووفروا سرر بما تقتضيه المصلحة العامة وبما تقتضيه الحاجة، حتى في حال وجود لا سمح الله أي وباء أو أي حادث أو أي أمر تكون المستشفيات هذه قادرة على استيعاب الحالات المرضية التي قد تحدث. لكن الحالة الأمنية والصحية للحجاج حتى المراكز الصحية، نعم، التي مررت عليها لم أجد يعني ذات الزحام، يعني مجرد حالات إجهاد في بعض الحجاج أو إرهاق. وهناك مراكز صحية حتى في المسجد الحرام، الدفاع المدني له جهود، إدارة المرور الآن تضع كل ثقلها لتنفيذ خطط المرور على أرض الواقع قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة. الحقيقة مهما تحدثت عن جوانب الاستعداد لا أستطيع أن أفيه حقه في دقائق معدودة، لكن خير شاهد عندما يكون الإنسان في مكة المكرمة أو في المشاعر فهو يرى ما لا يتصوره العقل من استعدادات وجهود كبيرة تبذل من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. نعم، أنا أكيد أشكرك أستاذ محمد رابع سليمان وعلى كل هذه التفاصيل، وفعلا هو ديدن المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز الاهتمام بالحجاج وبأمنهم وسلامتهم وراحتهم. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، محمد رابع سليمان الصحفي في صحيفة المدينة المنورة والمختص بالشأن أو بشؤون المكية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وقبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري، وفيها مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2400 سلة غذائية بمحافظة تعز اليمنية، قبول أبناء الشهداء في برامج كلية التقنية بالباحة،
ومركز الاستقبال والتفويج بمطار الأمير محمد بالمدينة يستقبل 1682 رحلة تقل أكثر من 420 ألف حاج. وتجارته تداهم مستودعا وتغلقه في الرياض، يخزن بضائع مغشوشة وتضبط 60 ألف سلعة مخالفة. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. وقف المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان ومدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة على التصاميم المقترحة للبطانيات المتوقع تصنيعها خصيصا للحملة في شركة مصانع بتركيا ضمن المشروع الموسمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا في برنامجها. وسبق هذه الخطوة زيارة لجنة المشتريات لعديد من مصانع البطانيات في الصين وفي تركيا، وذلك بهدف تحديد الأنسب منها من ناحية جودة الخدمات والخامات ومناسبة الأسعار وسرعة الإنجاز والتصنيع ليتسنى وصولها إلى المستفيد في الوقت المناسب. وتهدف هذه الزيارة للوصول مع قسم التصميم في الشركة إلى تصاميم مناسبة يراعى فيها تنوع الأشكال والألوان بما يتناسب مع ذوق ورغبة اللاجئ السوري، والتي يراعي قسم التصاميم في الحملة التجديد والتنوع فيها. مشاهدينا، وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة نادية نصير. أهلا ومرحبا بك دكتورة نادية في برنامج الوطن اليوم. إذا عندما نتحدث عن جهود المملكة لنصرة الأشقاء في سوريا والتي تستمر عاما بعد عام، حدثينا عن هذا الحس الإنساني للمملكة العربية السعودية وتواصل لنصرة الأشقاء والإخوة في سوريا. أهلا وسهلا فيك يا شيرين، برحب بيكي بجميع المشاهدين والمشاهدات. نحن عندنا طبعا أكيد أنه هو المشاركة الوجدانية أنها تكون ما بين المجتمعات، وخصوصا إحنا مجتمعات إسلامية ودول إسلامية، هذا أقل ما يجب أنهم يقدموا لهم هذه المعونات العينية اللي هي من الملابس أو أغطية، خصوصا أنه إحنا عارفين أن سوريا يكون فيها الشتاء قارس وهو الشتاء على الأبواب، لكن إحنا بنتمنى أنه يمتد الجسر في المعونة يعني أكثر من ذلك، أنه هو في أنه نحمي على الأقل الأطفال اللي هم متواجدين هناك، يا ريت لو نلاقي أنه طريقة لحماية هؤلاء الأطفال. طبعا بالإضافة للمملكة العربية السعودية مش فقط بترسل الحملات هذه في المعاملات، وإنما أيضا الأخوة السوريين أو السوريات بتوفر لهم العمل في البلد، بنأخذ اللاجئين أيضا بنستقبلهم في المملكة، بنخفف عنهم كثير من الأعباء والمتطلبات اللي هي مثلا بتكون لإقامة الأجنبي اللي موجود في المملكة، وهذه كلها أكيد إن هي بتكون مادة غير على التكافل الاجتماعي، بدل أيضا على مشاركة الوجدانية ما بين الدول، وهذا شيء مطلوب فعلا أن يكون ما بين الدول في المساهمة والمساعدة، ولكن إحنا بنحاول ونطلع إلى أن يكون لنا يد في حل المشكلة. نعم. طيب دكتورة نادية، نعم يعني دكتورة نادية، عندما نتحدث عن اللاجئين السوريين في المخيمات نتحدث عن أطفال، بعض الأطفال ولدوا في تلك المخيمات وبعضهم أيضا كان قد شهد وعانى مما رآه من هولات الحرب في المناطق التي هربوا منها، كيف يمكن تصحيح وتغيير نفسية هذا الطفل؟ عندما نتحدث عن طفل نتحدث عن شاب وعن شابة في المستقبل، هل هناك معايير معينة، هل هناك إجراءات معينة ممكن اتخاذها في مخيمات اللاجئين السوريين أيضا لمساعدتهم على تجاوز ما مروا به؟ طبعا هو أكيد رح يخلق عندنا أطفال كثير عندهم رعب وعندهم خوف، حتى لأنهم بيسمعوا صوت القنابل صوت الرصاص،
احيانا حتى بتلاقي انه هم الاطفال اتعودوا على هذا الصوت اللي هم ولدوا بالحرب او خلاص تمت نشاتهم في اثناء الحرب. نعم. اكيد هم في المستقبل بده يكون عندهم شيء من الخوف وشيء من الرعب، وكثير منهم راح ينشأوا عنده شخصيه مهتزه. نعم. واكيد كثير وممكن يكون هناك الكثير من يكون عنده عنف. نعم. موجود بداخله، لانه يتصور انه كل الناس ممكن ان هي تكون ضده او انه تجرحه او انه راح تاذيه. نعم. أكيد. نعم دكتوره. نعم دكتورة نادية ابقي معي على الخط أيضا الآن. ينضم إلي ومن عمان الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا. أهلا ومرحبا بك دكتور بدر في برنامج الوطن اليوم. اليوم نتكلم عن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا في برنامجها شقيقي دفئك هدفي 4. حدثنا عن هذه الحملة التي تتواصل للعام الرابع على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات الكرام. الحملة الوطنية السعودية وللعام الرابع على التوالي تقوم بتنفيذ المشروع الموسمي شقيقي دفئك هدفي. طبعا هذا البرنامج يختص بتزويد أشقائنا اللاجئين السوريين بمستلزمات الشتاء من ملابس وبطانيات وخلافه. في هذا العام تم التوجه إلى المصانع في كل من الصين وتركيا واختيار الأنسب منها سواء من ناحية جودة الخامات و ما يناسب ظروف الطقس في الدول المستضيفة لأشقائنا اللاجئين السوريين سواء بالمخيمات أو خارجها. تم اختيار المواد بعناية والاحتياج أيضا كأعداد، وتم الاتفاق مع هذه المصانع لتصنيعها لتصل في الوقت المناسب إلى أشقائنا اللاجئين السوريين قبيل دخول فصل الشتاء بهذا العام. نعم أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. أكيد نورتني يا دكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، وكل الشكر أيضا لك الدكتورة نادية نصير الأخصائية النفسية. شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا لفقرة وسم برنامج الوطن. وسم اليوم يتزامن مع اقتراب الفصل الأول من حياة طلاب الجامعة، والذي كان كلما اقترب تزايدت في أذهانهم الأسئلة والاستفسارات حول الأمور التي تنتظرهم. نبدأ بداية من نصائح للجامعي المستجد، حيث قدم المغردون نصائح وصفوها بالذهبية لطلاب الجامعة المستجدين. المدونة هتون قاضي أكدت أن أحلى وأمتع 4 سنين من عمرك على وشك البداية. انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام بإذن الله.